لم تعد مفاجئة مثل هذه الصور في أكبر المدن والساحات الفرنسية. ليل صاخب عاشته ساحة لا كونكورد في عاصمة الأنوار ومدينة غين ونانت وأميان وليل وغرنوبل ومارسيليا، التي عرفت تجمع أعداد كبيرة من المحتجين الرافضين لتجاهل حكومة بورن، والتي أعلنت أنها اعتقلت أزيد من 300 متظاهر ضد الإصلاح الذي لا يحظى بتأييد شعبي بشهادة الحكومة نفسها. نحن نقوم بهذا الإصلاح الصعب الذي لا يحظى بشعبية، لا توجد أغلبية من الشعب الفرنسي تؤيده، ونحن ندرك ذلك تماما. إنه إصلاح صعب نجريه لموازنة نظام المعاشات التقاعدية بحلول عام 2030، وهذا الهدف مضمون. لا توجد أغلبية في الجمعية، ولكن كان من الممكن وينبغي أن تكون هناك أغلبية في الجمعية. أحزاب من المعارضة اقترحت بدء إجراءات التصويت على سحب الثقة من الحكومة، ومن المرجح أن يتم التصويت في مطلع الأسبوع المقبل، فيما دعت نقابات عمالية إلى المزيد من التجمعات والمسيرات الاحتجاجية. حدث شيء أساسي للغاية، وهو أنه على الفور كانت هناك مظاهرة عفوية في جميع أنحاء البلاد. من جهتي أنا أشجعهم، لأنني أعتقد أن هذا هو المكان الذي تسير فيه النقابات الموحدة، ونحن ندعو إلى اتخاذ إجراء في نهاية هذا الأسبوع. بين صلاحيات الرئيس في تمرير القانون وصمود الشارع في وجه المشروع، تعيش مدن فرنسا مشهدا احتجاجيا قاتما لم يفصح بعد عن فصله الأخير.